بري قالوا لي في ذلك المكان، ذهبت إلى ذلك المكان. تصور أخي، حتى أبن وحتى أبن أبي بري لم يحقق معي ولم يفتشني ولم يسألني. تماماً. كانت الأمور يعني مسخرة بشكل كامل. وأنا داخل هيك، أبي داخل على بيتي كأنه داخل على بيتي. فأبنه اعتبر أنه أنا رجل معروف وأعرف من وزير أبي بري، فبالتالي سهل الأمور. أنه في لبنان أي واحد خبير كان يعرف أنه ذاهب إلى أبي بري، فبالتالي ينبغي أن يستشير وينبغي أن يسأل ويطلب مواعيد وكل هذه المسائل. هذه القضية لم تحصل. أنا دخلت إلى منزل أبي بري بشكل برداً وسلاماً. أي والله سهل جداً. وعندما دخلت القاعة سألني أحد، قلت له أنا صحفي جاي من تونس. قال لي تفضل. قلت له أنا أريد مقابلة مع رئيس أبي بري. لم يكن رئيساً، مع أستاذ أبي بري. قال أنت يعني طلبت موعد أحد؟ ولا هيك يعني. لا أنا جاي أستاذ أبي بري. فهو يعني نظر لي مستغرباً. هذا مبين شو هالثقة هذه يعني. فأنا شفت الأستاذ نبيه بري فدغري مباشرة ذهبت إليه. قلت له أستاذ نبيه بري أنا اسمي فلان وأنا قادم من تونس. فهو تبسم وضحك. على فكرة الأستاذ نبيه بري حتى الآن يذكر هذه اللقطة، هو يذكرها. فهو تبسم أنه هذا يا أخي مجنون أو مغامر. تفضل. وعملت معه لقاء، هكذا عملت معه مقابل الأستاذ نبيه بري. ثم بعد إذن نحن نبحث عن حزب الله. تعرف عن حزب الله آنذاك كان منظمة غريبة من نوعها، وأن تذهب وتلتقي السيد محمد حسين فضل الله الذي كان يوصف وقت ذاك بالمرشد الروحي لحزب الله لم يكن أمرا بسيطا. وأنا ما كنت أعرف الضاحية ولا كنت أعرف كل هالمناطق يعني. وحتى عندما أخذت السيارة أجرة قلت له أنا رايح إلى الضاحية. قال لي وين الضاحية؟ قلت له إلى أول نقطة في الضاحية. ما كنت أعرف الضاحية. منطقة جديدة بالنسبة لك كانت تماما. فهو وصل إلى أول نقطة في الضاحية فتبين لي أنها منطقة الشياح. ذهبت سيرا على الأقدام إلى عمق الضاحية. سألت أين مسجد بئر العب، مسجد الإمام الرضا في بئر العب. طبعا أنا كنت يعني قارئ محضر نفسي لسيد بهذا اللقاء، وكنت أعرف أنه هذا الرجل يؤدي فريضة صلاة الجمعة في مسجد الرضا في بئر العب. فأنا ذهبت إلى ذلك المكان وصليت صلاة الجمعة وراء السيد فضل الله. وكانت لديه عادة، هو الرجل عندما بعد أن يصلي الناس تسلم عليه، فأنا كنت من بين هؤلاء الذين سلموا عليه وسلمت عليه وقلت له أنا فلان جاي من تونس أريد أن أجي معك مقابلة صحفية. فهو أيضا تبسم السيد فضل الله وقال لي من معه، قالوا أعطي موعد. وفعلا الموعد سريع جدا، سريع جدا، سريع جدا. كانت عدة لقاءات آنذاك. وهذا من أبواب الحظ على فكرة، وحتى الرعاية الإلهية. وأنا أقول لك بكل صراحة، كثير مما تعتبر إنجازات صحفية ليست بالضرورة من الشطارة، هي من الحظ من الرعاية الإلهية. وأنا يعني إنسان محظوظ والحمد لله. والحمد لله. العالم لا يرحم، الإنسان يجب أن يعتمد على نفسه ويكدح. شعاره منذ أن كان شاباً وقد تعلم من نيلسون مانديلا الصبر والنضال، وتعلم من المقاومين الأحرار التحدي والإصرار لمواجهة قسوة القلوب وظلم العباد. يعترف غسان بن جدو أن نقطة ضعفه هي ثقته المفرطة بالآخرين، والتي تلقى مقابلها الغدر والطعن في الظهر أحياناً، لكنه في المقابل يجد أن نقطة قوته هي إصراره على كل ما يؤمن بأنه حق وصواب. حياة النور يختارها الإنسان، وحين ينجح فيها لا يخشى في الله لومة اللائمين. توقف قليلا عند الجانب الأسري، العائلة. نبي نتكلم على زواجك، صار حتى بطاقات الدعوة التي كتبت كانت بخط يدك. كلمنا عن هذا الزواج الغير تقليدي اللي صار. هي باختصار شديد أنا تعرفت إلى زوجتي. هلا، كيف أخبارك؟ الله يسلمك. الله يعافيك.
الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا. الله يسلمك. شكرا. الله يقويك. هو فعلا زواجي كان غير تقليدي. انا في النهاية كل انسان في الدنيا يخطط لزواجه وحتى يحدد موعد زواجه. ما في واحد هيك ترتيبات وهيك طبعا. أنا هذا الامر ما حصل تماما ابدا. كنا في مؤتمر دولي، مؤتمر ضخم كبير، وكان القدس بالمناسبة، كان عن فلسطين، وكان في عدد كبير حوالي 1000 واحد تقريبا من المدعوين في المؤتمر، وعدد كبير منهم من الاصدقاء اللي بعرفهم، يعني ناس محترمين مثل افضالك يعني. ففجأة قررت ان انا اتزوج هكذا بدون سابق انذار. حدثت عائلة زوجتي، فطب قالوا لي كيف بيصير يعني، ما هي بدها على الأطلاق. بدها ترتيبات العملية بكل تأكيد يعني. زوجتي كانت تدرس الطب آنذاك، زوجتي في الجامعة، قلت لهم ما في مشكلة يعني، إذا أنت ما عندكم مانع خليها تمر بشكل طبيعي بسيط. فوافقوا. فحدثت المعنيين من الضيوف، أنا كتبت قصصات هكذا، أوراق صغيرة، بطاقات دعوة بس أوراق صغيرة بخط اليد يعني. بخط اليد، وأنا سأعقد قران وسأتزوج وسيكون في هذا الفندق وفي الجناح كذا. وفعلا يعني إجا عدد كبير من الشخصيات من الناس. صحيح أن اللي كتب الكتاب هو المرحوم سيد فضل الله الذي عقد قراني، كان سماحة السيد العلامة الكبير رحمه الله السيد محمد حسين فضل الله، وكان من مختلف الطوائف، حتى أني يذكر من بين الذين تحدثوا كان الشيخ مصطفى مشهور رحمه الله، كان المرشد العام للإخوان المسلمين وقت ذاك. فقال كلمة، قال دقوس تاريخ هكي بالمصري، دقوس تاريخ إيه ده؟ دقوس تاريخ ويجسد الوحدة الإسلامية يعني بين الشيعة وبين من كل الطوائف كانوا موجودين، الشيعة وبين السنة هي أنا ذات. نعم. وحتى زوجتي نذكر عندما جاءت، يعني جاءت من الجامعة، يعني بلباس الجامعة جاءت وعقد القران بشكل طبيعي. وعندما جاء السيد فضل الله حتى يطلب منها موافقتها، هي أججت بالبكاء. من الطرائف التي أذكرها، وهذه شيء مرة إذا تحدثت إذا التقيتها، السيدة صفيناس كاظم تستحق أن تكون معك في البرنامج. فهي كانت موجودة، فهي أججت بالبكاء زوجتي، فهي تدخلت مباشرة لتهدئتها. يعني هي السيدة صفيناس كاظم، تعرف هي الزوجة الأولى لي الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وهي والدة نوارة نجم التي ذاع صيتها خلال الثورة المصرية. فهي تدخلت وقالت لها إذا أنت مش موافقة ما لا تفعلي ذلك. سألت زوجتي، قلت لها شو القصة، فخبرت، قالت تذكرت والدي. والدة تعرفي، والدة شهيدة شهيد اللي شفنا صورته. نعم. وهكذا حصل. وحتى شوف بالمناسبة كان أحد أصدقائي اللي بعزهم كثير، مستشار الرئيس الشهيد رفيق الحرير رحمه الله، صديقي هو مصطفى ناصر. فهو شو عمل؟ راح جاب CNN والاي بي سي عشان يغطون الزواج، عشان يغطوا الزواج. واجت فعلا الكاميرات وغطت الزواج، وطلعت بالCNN. هذا فعلا زواج تاريخي يعني. وطلع زواجي بالCNN والاي بي سي، باعتبار انه كبار القوم حاضرين من مختلف الطوائف، ناس ديمقراطيين وناس يوصفون بانهم ارهابيون بالمناسبه مختلف المجموعات. وحتى نذكر جيدا بانه المنظمين المؤتمر انزعجوا من هذه المساله، انه احنا جايبين قنوات الدنيا الفضائيه، انت سرقت المؤتمر، سرقت الاضواء الى زواج زواجك يعني، بس بعدين هنوني يعني. طيب بالمناسبه انت الان لك من الاولاد 3، الله يخليهم لك ان شاء الله، ولدين وبنت. نعم. طبيعه علاقتك انت كثير الالتزامات، كثير السفر، قادر توفق بين عملك مع يعني عملك المهني والتزاماتك الأسرية؟ طبيعة علاقتك الآن مع الأولاد؟ هي شوف، بكل صراحة، بمعزل عن الأولاد والعائلة، أنا أصلا حياتي الاجتماعية تقريبا مفقودة هنا في لبنان. يعني أنا عندما جئت إلى هنا في لبنان كنت قد بأنه ربما سأسرح وأمرح في هذا البلد الحبيب والجميل، لكن الوضع المهني، الوضع السياسي ضغط علينا بشكل كبير، إلى حد خصوصا أنا حظي العاثر تقريبا جئت إلى لبنان قبل أشهر قليلة من استشهاد الرئيس رفيق الحريري، فالمشهد كله تغير في لبنان. فيعني تقريبا التزمت بعملي بشكل مطلق وتفرغت بالكامل، كان على حساب حياتي الاجتماعية والأسرية بشكل كبير. وما تنسى كذلك أنه كان وضع أمني ضاغط هنا في لبنان، تفجيرات من هنا وهناك، وأنا خصوصا وضعي بعد حرب تموز يعني كمان تغير. وما بخفيك، وأنا بعد حرب تموز، أنا ما كنت حاب أحكي عن هذا الموضوع، لكن أقول أنه
يعني احنا كان في اضطرار ان انفصل عائليا، بمعنى انه انا عائلتي لاعتبارات امنيه ذهبت الى منطقه معينه وانا كنت في منطقه اخرى وكنت التقي عائلتي مره واحده في الاسبوع تقريبا خلال مده حرب تموز. لا خلال حرب تموز اصلا عائلتي كانت في منطقه اخرى، هذا التحصيل حاصل. انا اقول بعد حرب تموز بسبب الاوضاع الامنيه، بتعرف الاسرائيليين كانوا يعني ملاحقات بكل تاكيد. فاضطروا لنا سنتين تقريبا، من 2006 الى 2008 تقريبا. سنتين كاملتان انا عائلتي تعيش في منطقه وانا رحاله تقريبا بين بيت بين فنادق بين كذا. هذا كذلك اثر على العلاقه بيني وبين العائله، لانه انا كنت التقيه مره في الاسبوع. لكن حتى عندما نحن مع بعض يعني انا كثير منشغل بالعائله يعني بالعمل بشكل كبير. هلا طبعا هذا لا يعني بانه العلاقه بيني وبين الاولاد علاقه غير صحيه وغير سليمه، بالعكس علاقه صداقه، وخصوصا ابنائي ايضا. يعني احنا بالعائله بيت مسيس وبيت مثقف، وزوجتي يعني هي زوجة مثقفة ومسيسة إلى أقصى حد، ربما هي أكثر مني راديكالية بالمناسبة. أنا رجل معتدل بس هي راديكالية كثير في مواقفها. لكن العلاقة أكثر من ممتازة وأكثر من سليمة وأكثر من صحية، والحمد لله إنه هي علاقة تجمع بين أب وأبنائي وبين صديق وبين أصدقائي وحتى بنتي. بنتك نور الهدى. بنتي نور الهدى، نعم. لكن شوف، في كل الأحوال المهم أنه زوجتي هي التي تقوم بدور كامل. يعني زوجتي ضحت كثيراً من أجلنا، يعني زوجتي طبيبة ومع ذلك ضحت من أجل عائلتنا ومن أجل الحقيقة، شريكة بالمناسبة في كل ما حققته مسيرة مهنية، شريكة بالكامل، يعني شريكة بأبنائها. وعلى طريقة الإعلام القدير ضيفنا الأستاذ غسان بن جدو. مشاهدينا المحترمين، وعلى طريقة الإعلام القدير الأستاذ غسان بن جدو مشاهدينا المحترمين، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.